كيف؟ ليه ما عم يقدروا؟ كنت عشان شو الكمبيوتر؟ على قبالك حبيبي. سلطان شرفك طفي هذا اللي فوقك لأنه منزوع. ما في حمص، خلص أعطيني إياه. رحمة خلص جيبيها زي ما هي، أعطيني إياه خلص. جيبيش دائما نازل شوف الهدية. إذا تحت نديني عشان نزل. طلعها لفوق إذا تحت. ولا تطلع إجوا، طلع إجوا تنزل على الفاضي ساعتين. أنا شبيش ما تشرب. شوي ما فيني، ما بعرف أكل. شن صوتك؟ كلي معي. ماشي كلي معي. أنا مش راح أكل، راح أكل حبتين ثلاثة بس عشان تكون عارفة. إذا ما بدك تأكلي خلاص عشان تكون بالبال. عشان كوب الباقي اللي عندنا تضحك. وانا ونايم هلا فوق انا اصلا ما بدي اكل كله. انا شو ما بحلم بنهار، شو ما عرفت صاير عم بحلم. حلمت انه انا بستار اكاديمي بس بغير اكاديمي، شكلها غير كليا. قالوا حطينا تبع البيبسي وانا بدي رحنا بشارع. انا كيف؟ قالوا لي انزلوا هلا كنت بدي اتنبشوا. انا قلت العب انزل رح يضل ما جد انزل طلع على الشاشه خلص. نزلتوا كلكم على الدرج، كنا محل فوق ونزلتوا كلكم. انت انا ونازل هيك بلاقيها هيك على الدرج ما له درابزين هيك تبعها. ايه قلت هيك حاطين على درابزين هيك وخطا وزدت معقول شو هالهبل. بدات هيك فيكم لقيت نفسي قلت له انت صرتوا تقولوا لي كيف لقيتها بعد ما قريت. قلت له هيك انا شفتها واخذتها هيك. ايه بفتحها بفتح لي ورقه ربحتها ما اعرف شو هيك بصير نبجع طبعا 50 ليرة. حزير شو شكري شايف اللابتوب تبعي؟ مثله على شو اسمه؟ على شو اسمه؟ على عادي. يا أخي حط البيت اللي هو طابع. هذا شو؟ سماعة؟ أبارد. إيه. هذا هيك. إيه. شوف هذا. هيك. على الأقل ما تنزينا حاجة معك. حلو. شايف الأبل تبعي؟ مثل الأبل بس على عادي. شوف شكلي. اوكي حلوه مع صرصيه. ام سليمان طحرة شنو هاي؟ ستي ام سليمان لا تقولي ام سليمان. حلي اذا ما شفتي لك نخاف الله يمسيكم. طلعت شوفي هون طلعت راسي خلينا نشوف. اسمه اي ماك مطول الماركه. زينة خمس من هلا هاتك ستي هاتك ايد حقه كثير مصاري. هذا مزبوط والله يا العين لك ستي العين. شو هدول كمان شو بتعمل فيهم؟ سماعات. هاي هي شو اسمه؟ شو هاد اكيد شو هاد؟ هاي سماعات بس بتعرفي والله كبر عبادك ستي. شو هالشيء اللي عم تطلع الجوبه؟ اكثر شيء كان على ايام زمان نهر الراديو بنشغله وبنقعد نسمع بنتسلى. ستي شو بدك الدنيا بتتطور. شو سمحتوا ميرسي لبيبسي وميرسي لكم انتم كلكم. يسلم لي الله تبعكم. زين يعني شنو حلو يعني شنو الحلاوه اللي بتقول عجوز يعني ضابط 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 ولا ضابط ابو النون لازم. بس فرجينا يا بدك نزلي لتصير مثل بدرية. صح بدرية. هاي انا ما بتحمل هيك. ايه شباب انا كلهم صار هذول اللي بحطهم جامبيير اشوف شنو كيبورد وايرلس ترى. ايه ايه ما اطول بس بعطيك عندي جرابات. اعطيني ملح بليز تطهر. يا راسي بلع اول مشهد. روحي على درجي بالخزانه في جرابات. شكرا. طب شكري انت عايز من
انت قد ايه رقم مش لندغني وحشه لانه هذول كويس حلوه. محمود محمود ليز اعمل لست قولي قولي شوي عشان نعرف مين شوقي وين لست صح؟ طيب هعمل لست حاجه بس هو دام كرهني بعد المثل لا حلو حلو شكرا لافين يا شوقي حلو رقم كم ما تخلينيش لوحدي لا 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 خطير الله تعرفي بتشبهي بتشبهي هذه التيفه هذه المره الختياره اللي شفتها قالت لي كلبه بتغمص فيك عندك زيت العظمه براسك بدي اقوم له فيه برضه لشكون هذه لمين؟ مالتك؟ مين؟ خذي خذي تبعي مش فاهم ما بدي ما بدي ليه؟ ما بدي لا لا تحتين ولا تعاود تنساني وتهجرني والوقت عايز شكري شكري انت عارف انت قدرت تحطني كم صح شكري شكري يعني حاول حد ما تبعدني شوي عشان انا اقلق كثير يلا انت عاوزني اخلص طيب ادي شوف لي اول واحد من غير ما نتكلم من غير ما تحط بليز خلي ارتجالي احلى تبدا ادوان الطاهرات قال لك يلا بس خلينا نشوف الادوار بس نعرف واحنا شكون دخل ورا اسمعني ارتجالي كل ممكن ارتجالي في الكلام لا انت قاعد خليك اول شيء بليز انا مبين عليك بعرف قصدي بدي احط صوتك ورا بعض بكد الحين وياك نكتب الاسئله انا لحظه انا حفوت معك انا مش عارف افكر احط نفسي مره في الاخر صراحه اخر واحد ما انت انت اللي حكيت حلو اخر ناس ما انت قلت مين حكيت انت بتعرف حالك قادر بس انا بعرف اخش اخر واحد خلص انت قادر ما راح تتوتر يعني اذا شفت الكل معادي خلص خليك هنا يعني 10 انفار غير لما تشوف 21 شخص يعني حبيبي مبروك تستاهل مبروك يا نصيب مش فارقة نشوف مين تاني شخصية زينة تاني شخصية تاني شوف لف صح زينة لف شوف مين تاني واحد مين تاني حاجة كتير حلو ما شاء الله كتير حق استوديو ما زال كتير كبيرة عطيه نص طلع زينة خلص مين تاني حد على فكرة بنفس الماركة بنفس الماركة معروفة مين تاني حد أدق شيء في الشغل مين تاني مشهد حتى في التوزيع في الصوت ثالث مشهد مش زينة لسه قايلة إن هي داخلة في الأول خالص داخلة أول واحدة أنا لسه مش محضرة مشهد بليز ما تحطوني أول شيء طب زينة أنا دافو ثالث واحد زين لو تبي أول ناس أنا وياك اسمع يلا. اسمع لا قضية قضية أنا راح أول شيء بس ما عندي مشكلة لا ليش لأن أنا ميك أب رامي رامي يبي أول شيء رمضان لا خلص ما بأسفل طيب ماشي بعد رمضان بعد رمضان إذا بدك بعد رمضان رامي أسمى دي أسمى شكمة أنا ما عنديش مشكلة أي خلاص أسمى خمس واحدة المهم نصيف لا 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 نصيف ستة شلون هو يبي ستة أنا سبعة رحمة رحمة سلطان أنت مع مين غير رحمة أنا مع سبعة كلهم إيه سلطان مع رمضان ومع رامي فيك تفوت معي بالمشهد؟ لا 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 تتمشى انت تحطها بعدي لان انا وياهم مثل مع بعض وانا مش فارقة انت بس مع اليوم حد مش طفل جديد انت مع كل دول حلو سبعة يلا ريت طيب خلص انا ما عندي مشكلة تكون انا عم انا واقفة انا مع رمضان وتمر انت واسماء فانا ما انتبه عليك فاغازل صاحبتك يما صاروخ انت نعم اوكي انا اروح اتخبى ورا رمضان اوكي ولا هذا هون كنا عم نسوي دوري كمان جابين زيت الوقت ولا نبزق عليك ولا ايه خلاص يلا ها نعم يلا انا بدخل تبزل لا 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 شو بيحكي الزلمه اي صراحه بعدين بقول لك انا خلص بصحه شكرا حقك علي بتقول لي نعم بقول لكم بلا اخلاق تطلع برا يا عليك انتوا بلا اخلاق لا كثير مش هلا شو هون تخربوا لنا البلد نحن لا حياتي يا رحمه عم نمزح شبيك اكيد ليك بقول لك انا نعم شوف قربك علي شيء ماشي شيء شكرا انت اول واحد ايوه والله هو بس ايدك بضلني رايح ايه
ايه هذا اللي شو قررت تاكلي؟ ترتاح يلا. ايه؟ ترتاح اول شيء. رحمة تعالي انزل تحت يا رحمة. حلو كل واحد صار يشيل اكله. ركز على الغنى اكثر من الاغنية اللي عم تصير حلوة. جاي اخذي بس عشان ما تنسى اكثر. خذ اكتيفوس من عند الجالور. ايه؟ خذ اكتيفوس. ما شكري. تعالي يلا ننزل تحت. ننزل تحت؟ بس مش مسألة حاجة بس احب ان احنا بس بص تعالي يلا هم يخلص اكله بقى تعالي اوكي وين؟ تحت اوكي انا مش لازم اكون لابس شورت عميلة كاب تعالي فيلم احمد استفى قالي شو كان لازم البس شورت فانيلا وكاب ما رح تنزل تشوف المشهد؟ بروح اغير شكري بص هنسيب البارافان زي ما هو تمام لا يحصل انت هتخشي انت ادخل الاول لا انت هتخشي الاول انا هتدخل الاول خلاص انت هتخشي الاول حبيبي اتاخر علي لا بس جدا. اجري 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 عارف لو انزل هو عارف زكريا اللي هي مالها طلع فيه ما لا طلع فيه ما لعائق ويا صاح ما تقول لي طلع فيه الكلام سألك عملاك مرات الكلام سألك عملاك مرات الكلام سألك عملاك